معكم عمر مره. اليوم نحكي معكم عن سكامبر. سكامبر it's a method to generate new ideas بيستخدموها الناس في شركات اوريدي موجوده للافراد او للمنتجات الموجوده عندنا. بنستخدمها حتى نقدر نطلع بافكار جديده او نطور على منتجات موجوده عندنا. في عندنا مرات بيكون فيتشرز تحتاج تعديل وما بنكون عارفين المدى اللي ممكن نغير عليه او الطريقه اللي ممكن نوصل للتعديل اللي بدنا اياه على هذا المنتج. فشو بنعمل؟ بنطرح على حالنا مجموعه من الاسئله. هاي الاسئله عباره عن 7 اسئله جاي من كلمه سكامبر. طبعا الفيلز اللي بتكون موجوده عندنا ممكن تكون شركات ستارت ابس في التك. ممكن نطرح هذا ونطبق هذه الميثود على منتجات واقعيه ماديه ككاسه كمطعم او حتى محلات تجاريه يطوروا البزنس تاعهم. سكامبر تتكون من 7 احرف، كل حرف فيهم برمز لموضوع معين. اول حرف منهم هو الاس سبستيوت اللي هو استبدال. نحاول نسال نفسنا سؤال، شو ممكن استبدله في المنتج تاعي او في المشكله اللي بواجهها او في البروسيس حتى اطلع بامور جديده او نتائج افضل. سي من كومباين وهي معناها دمج، وهنا بنيجي نطرح نفس السؤال، انا كيف ممكن ادمج موضوع او اكثر من ناحيه البرودكت تاعي او البروسيس اللي بواجهها حتى اطلع في نيو برودكت ونيو بروسيسز. ادابت وبتيجي من حرف اي من سكامبر، معناها كيف ممكن اتكيف او اتاقلم مع المحيط الموجود حوالي من ناحيه الكاستمرز. اطلع على البرودكت تاعي واطلع على الجزئيات والبروسيس اللي انا بمشي فيها، هل بتلائم متطلبات واحتياجات الناس والسوق ولا ما بتلائمها. موديفاي جاي من الحرف ام من سكامبر، معناها التعديل. هون بنطرح على نفس السؤال، احنا شو ممكن نعدل على البرودكت الموجود عندنا او ممكن على الجزئيات الموجوده او البروسيسز من ناحيه ممكن لون شكل او حتى امباكت برجع للناس. وهون بناخذ اندبث انسايت على البرودكت تاعنا وعلى الاشياء اللي كثير مهمه فيه اللي ممكن نزيد عليها ونطور فيها او نقلل منها. بي put another use، وهون باجي بطرح على حالي سؤال، انا كيف ممكن استخدم البرودكت تاعي في مجالات اخرى. وهون نسال حالنا، هل البرودكت الموجود عندي او السيرفيس اللي بقدمها ممكن استخدمها في ماركتس جديده او بفيلدز جديده. اي من اليمينيت، ومعناها انا جاي هون اعمل الغاء او تبسيط او حتى تقليل باجزاء من البرودكت تاعي، ممكن من السيرفيس او حتى من الديزاين، حتى اوصل لافضل اوتكم انا بقدر اقدمه للناس. واخر شيء بسكامبر نوصل لحرف الار اللي معناه ري ارينج او ريفيرس، اللي هو اعاده ترتيب او عكس البروسيسز اللي بنستخدمها عندنا. وهلا بنقيم الافكار اللي طلعت معنا وبنختار انو افضل بروسيسز وميثودز ممكن امشي فيها. على سبيل المثال لسبستيوت قبل شو عملت؟ قبل راحت غيرت الكيبورد الفيزيكال مكتوب عليه لتاتش سكرينز، وهيك عملت ابتكار جديد بالسوق، دفعت المنافسين كل الموجودين بالسوق يمشوا وراها. بالنسبه لكومباين زي ما كان موجود عندنا الهواتف موجود عندنا الكاميرات، قرروا انهم يدمجوهم مع بعض، فصفى الموضوع دمج لتو فيتشرز اللي هو التصوير وانك تحكي تليفون بجهاز واحد. بخصوص ادابت، مع توجه الناس اليوم كثير للاي كوميرس وموجود عندنا التليفونات بشكل عام وقله مستخدمين الديسكتوبس، فبنعمل ادابتيشن بانه الاي كوميرس يكون موبايل فريندلي بدل ما يضله على الويب. بالنسبه لموديفاي، هالايام بنلاقي انه في شركات عندها سيرفيسز كثير بتقدمها للزبائن، كل سيرفيس تنباع على حدة، فبدل ما انا اخلي السيرفيس تنباع على حدة بنقدر نعمل ماجنيفيكيشن انه نجمعهم ونبيعهم كبندلز للناس. وبالنسبه لبوت تو اذر يوز، في عندنا الالواح الشمسيه اللي هم السولار بانلز اللي بنولد منهم كهرباء، حاليا بنستخدمهم عشان نولد منهم كهرباء وبنحطهم بالباركينجز عشان يعطوا ظل للسياره. بخصوص إليمينيت ممكن نحكي برضو عنها مينيمايز او تقليص. قبل شو عملت؟ قبل عشان تطلع البرودكتس تاعتها للناس قالت يا عمي انا بدي اخفف من الفيتشرز او البوتنز الموجوده على التليفونات، فشالت البوتن تاع الهوم بيج. وبخصوص اخر شيء ري ارينج، في عندنا مثال اللي هو اوبر، واللي بيعرفش اوبر، اوبر عباره عن شركه بتقدر توصي فيها التاكسي عن طريق تليفونها. بكل بساطه بدل ما الناس تروح هي تدور على التكاسي في الشارع، صاروا بيطلبوا التاكسي يجي لعندهم، فعملوا ري ارينج لحركه كيف قطاع النقل العام بيشتغل. وبالنهاية لما توصل لمرحلة انت مش قادر تحل المشاكل الموجودة عندك، مش قادر تطلع بأفكار تساعد تطور الشغل عندك، تتجه لسكامبر. سكامبر رح يساعدك انك تطلع بأفكار كرياتيف تحل الأمور العالقة عندك.